السلام عليكم وأهلا بكم متابعين الأوفياء في قناة موجز الأخبار. يتجدد موعدنا اليوم مع جديد الأخبار، والآن إليكم أبرز العناوين. مخرجات وأوامر، اجتماع مجلس الوزراء بترأس سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ولكن متابعينا، وقبل البدء في التفاصيل، الرجاء لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخلوا عليه فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولنتابع تفاصيل مع أول خبر. ترأس سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني اجتماع لمجلس الوزراء، والذي قد تناول عروضا تخص كل من القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذلك عرض حال مرحلي لإستراتيجيات الرقمنة والمهمة الجديدة لما كان يسمى المزارع النموذجية، وإستراتيجية قطاع الري حول الماء الشرب والمياه المستعملة، بالإضافة كذلك إلى عرض حال تحسبا لموسم الحج ل 2024 وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل سيادة الوزير الأول نذير العربوي للأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات سادة الوزراء. فقد أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالي ذكرها. أولا، بخصوص عرض حال مرحلي لإستراتيجية الرقمنة في البداية وعقب عرض التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، فقد شدد سيادة الرئيس على نسق السرعة القصوى في العمل إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات، وكما أمر كذلك وزراء الحكومة للإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحذيرا للأرضية التقنية وتوطيد المعلومات. وكما أمر السيدة المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة يتعلق بالتقاعد بالتعاقد مع شركة هواوي لإنشاء مركز تخزين المعلومات. وثانيا، بخصوص المهمة الجديدة لما كان يسمى المزارع النموذجية، فقد قرر سيادة الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة متخصصة في ثلاثة أصناف: البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية. وكما ثمن سيادة الرئيس المجهودات والتي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة، مؤكدا بأن الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات يعود إليهم. وكما شدد على أن التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة وتحديد الأهداف بدقة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شعب البقوليات وتشجيع وحدات الإنتاج والتي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها. وكما أمر بالابتعاد الكلي عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيوقراطي. وثالثا، بخصوص عرض حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فقد أمر سيادة رئيس الجمهورية بإرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مربي قبل أن يكون موظفا، وتحديد الأولويات وفق نظرة حديثة تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام. وكما وجه سيادة رئيس الجمهورية بدراسة المزيد من العروض والمقترحات والتي تخدم قطاع التربية بعيدا عن أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي. ورابعا، بخصوص عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024، فقد وجه سيادة الرئيس وزير قطاع الشؤون الدينية بالتحضير الأمثل لموسم الحج. وبهذه المناسبة قرر سيادة رئيس الجمهورية أن تتكفل الدولة مجانا بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة في الولايات. وخامسا، بخصوص استراتيجية قطاع الري حول الماء الشرب والمياه المستعملة، فقد أمر باتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لولاية البويرة تتمثل في مباشرة عمليات حفر الآبار
والتنقيب عن المياه الجوفية بأحدث التقنيات والمعدات لأول مرة منذ الاستقلال في منطقة أزبابر، وكما أمر كذلك بتسريع عمليات استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بمنطقة القطران ببشار كي تكون قابلة للاستغلال الصيف القادم، وكما أمر وزير القطاع بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطة تصفية مياه البحر على المستوى الوطني، مثمنا التقدم المحرز وطنيا في نسبة تصفية المياه المستعملة. وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، ابقوا في المتابعة ليصلكم جديد الأخبار اليومية في الجزائر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.